مشاهدي قناة سهيل أينما كنتم، طيب الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. ساحات الحرية وميادين التغيير، أهداف الثورة الشبابية أرضية للحوار الوطني. اليمن، محافظات تغرق في الظلام عشية توجه طلاب الشهادات إلى قاعات الاختبار. مظاهرات في الخرطوم واحتشاد في القاهرة، وفرنسا تدعو الجيش السوري للانشقاق. احتشد ثوار العاصمة صنعاء في ساحة 60 اليوم لأداء جمعة أهداف الثورة مرجعيتنا للحوار، وأكد الثوار على ضرورة أن يتوافق الحوار مع أهداف الثورة، مؤكدين ألا حوار في ظل استمرار العائلة على رأس مؤسسات عسكرية وأمنية. وشدد خطيب الجمعة على ضرورة إنهاء المشروع التدميري الذي يمارسه نظام المخلوع في محافظات مختلفة وبوسائل عدة، داعيا جميع القوى السياسية إلى الدخول الجاد في الحوار بما فيه الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي. مطلبنا هو الإنصاف، مطلبنا هو الإنصاف، مرجعنا إلى الأهداف، لا تحاور لا خضوع، للهدف تم الرجوع. أصدرت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بيانا أكدت فيه أن الحوار هو الطريقة المثلى لوصول اليمنيين إلى دولة مدنية حديثة، وأن البدء بالحوار في ظل هذه الأجواء وقبل تهيئة الظروف المناسبة يمثل قفزا على الواقع وإجهاضا للحوار والتفافا عليه. إننا ملتزمون بالأسس والضوابط التي تجعلنا أكثر شبابية في التعاطي مع القضايا الثورية وما يترتب عليها، وهذه الأسس والضوابط هي: 1. التأكيد على الالتزام بما تضمنته مصفوفة التهيئة لمشاركة شباب الثورة في الحوار الوطني، وفي مقدمتها تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من سيطرة بقايا العائلة قبل مؤتمر الحوار الوطني. 2. اعتبار أهداف الثورة ومطالبها مرجعية عامة لشباب الثورة، والتعاطي مع أي دعوات للحوار سيكون وفقا لها. 3. التأكيد على أن تمثيل الشباب في مؤتمر الحوار الوطني محصور على شباب الثورة في مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير، ورفض مشاركة من تورطوا في أعمال القتل والتعذيب بحق شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني. 4. أن الجهات المكلفة بالتواصل والتهيئة للحوار الوطني ملزمة باعتماد الشفافية والوضوح في كل دعواتها وأنشطتها. 5. شباب الثورة في مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير هم المعنيين دون غيرهم بتحديد من يمثلهم في مؤتمر الحوار الوطني وفق آلية يتفقون عليها. في الوقت الذي تتم فيه الدعوة للبدء بحوار وطني شامل بين مختلف الأطياف والقوى السياسية في اليمن، يدعو الثوار إلى التهيئة من أجل أن يكون الحوار جادا وناجحا. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل. في ظل الحديث عن بدء حوار وطني، تتعالى أصوات هنا وهناك ما بين ثوار يدعون لتهيئة أرضية صالحة لحوار مثمر وجاد، وبين جماعات ترى أن على اليمنيين البدء في الحوار دون الالتفات للظروف المحيطة. عندما ذهبنا إلى حفل تدشين الحوار في المركز الثقافي، تفاجأنا بأن هناك من المتهمين بقتلة الشباب في الساحات موجودين في الحوار ويمثلون أحد الأطراف. كذلك وجدنا ضباط في الاستخبارات العسكرية والأمن القومي يمثلون الشباب في الساحات ويريدون أن يتحارون باسم الشباب وباسم الثوار.
الثوار أعلنوا مطالبا عدة للبدء في الحوار، بينها تحرير المؤسسة العسكرية من سطو العائلة وغيرها حسب ما أوردته اللجنة التنظيمية في بيان لها اليوم الجمعة. ساحات الستين بصنعاء وجميع ساحات التغيير والحرية التي احتشد فيها الثوار. في جمعة أهداف الثورة مرجعيتنا للحوار بعدما يقارب من عام ونصف العام من النضال الثوري المستمر، أكدوا أن الحوار لن ينجح ما لم تتم التهيئة. لن نتحاور، لن نخضع. الأهداف الستة مرجع. من جانبه دعا خطيب الجمعة جماعات الحراك إلى توحيد أنفسهم للدخول في الحوار، كما دعا قيادات المؤتمر إلى تبرئتهم من قتلة الثوار وممن يقطعون التيار الكهربائي. الخطيب وجه أيضا رسالة للحوثيين دعاهم فيها إلى التوجه الجاد نحو الحوار الوطني. على إخواننا في المؤتمر ألا يكتفوا بالصمت، فلم يعد هناك جدوى لصمتكم، وسنحسب نحن شباب الثورة من الآن أن الصامت كالراضي وكالفاعل، أن الساكت كالراضي وكالفاعل. عليكم أن تتبرعوا، أن تتبرؤوا من هؤلاء ببيان تعلنون فيه تبرؤكم من كل من يقطع أسلاك الكهرباء أو يقطع الطرقات أو يتورط بقتل الأبرياء. محاولات النظام السابق لإدخال جماعات ممن تورطت بجرائم بحق الثوار إلى الحوار محاولة لإفشال الحوار، وهو ما يرفضه الثوار جملة وتفصيلا. كما نجحت الثورة في تحقيق انتصارا، فإن الحوار لن ينجح ما لم يتوافق مع أهداف الثورة، وهو ما يسعى إليه الثوار في الوقت الحالي. بلال الصبري، قناة سهيل، من ميدان الستين، صنعاء. وفي سياق الشروط التي وضعها الثوار للمشاركة في الحوار، استطلعت سهيل عينة من شباب الثورة وخرجت بالمحصلة التالية. شروطنا للحوار: أولا إخراج تحقيق أهداف الثورة كاملة، إخراج المعتقلين من السجون، فما زال المعتقلين الثوار في السجون، سجون النظام السابق، كذلك محاكمة القتلة ما زالت أيديهم ملطخة بالدماء خارج السجون. يندرج الحوار تحت إطار أهداف الثورة وقيم الدول المدنية وتنفيذ مصفوات 20 التي تطالب بإطلاق المعتقلين ورفع الحصانة عن قتلة الشهداء وإعادة هيكلة الجيش وخلع قارب صالح من الجيش والأمن. هيكلة الجيش والقبض على عفاش وابن أحمد علي، لأنهم قاعدين لا يمشي معهم إنهم يرتموا ساكتين، قاعدين يخربوا في البلاد، يقصفوا الكهرباء، يقصفوا أرحب، يدوروا مشاكل في البلاد، لازم القبض عليهم ضروري. نقول أن مرجعيتنا دائما بالثورة هي الحوار، هي لتحقيق أهداف الثورة، ومرجعيتنا في الحوار هي تحقيق أهداف الثورة. بالأمس رفعنا وثيقة إلى اللجنة الوزارية واللجنة الرئاسية بصدد أنه لا حوار ما لم يتم إخراج جميع المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية، واتخاذ خطوة جادة بعلاج الجرحى. هذه النقطتين إذا لبيت لنا قد ننظر في الحوار الوطني. يجب أن تقعد قواعد الحوار مبنية على أسس أهداف الثورة ومطالب الثورة، أما إذا كانت أزمة فلا شك أنها تقعد وتبنى على أسس التسويات السياسية والأزمة السياسية. نحن الحين نشيد تمثيل جيد في لجنة الحوار لشباب الثورة. نحن كشباب حددنا شروطنا لدخول الحوار الوطني، وقد أعلنت اللجنة التنظيمية في 20 مطلب و20 شرط، وأهمها ثلاث الشروط الأولى، وهي أولا هيكلة الجيش، إقالة جميع أقارب علي عبد الله الصالح، وعلى رأسهم ابن المخلوع علي صالح أحمد علي ويحيى، وثانيا إفراج عن جميع المعتقلين الشباب من جميع السجون الذي لا زالوا في سجون بقايا النظام. لقي شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون في مصادمات بين قوات الأمن ومشاركون في مسيرة احتياج لأنصار الحراك بمدينة المنصورة بمحافظة عدن. وجاءت المصادمات أثناء قيام أنصار الحراك بتشييع جمال أحمد حيدرة، أحد الذين سقطوا برصاص قناصة في المدينة قبل يومين. وكان الآلاف من ثوار محافظة عدن احتشدوا بساحة الحرية في جمعة أهداف الثورة مرجعيتنا للحوار، حيث أكد خطيب الجمعة الدكتور عبدالله باوزير أن ساحات الحرية والتغيير تنظر للحوار الوطني باعتباره يوفر أعلى درجات التفاهم الإنساني الذي يعبر عن المستوى الحضاري للمؤمنين بالحوار وأدواته وأخلاقه ونتائجه.
داعيا إلى جعل أهداف ثورة 11 من فبراير مرجعية للحوار حتى يستطيع المتحاورون الخروج بحل لكل إشكالات الوطن وهمومه وتطلعاته، مضيفا بأن أي انحراف عن هذا النهج سيعرض الحوار الوطني لمصير مجهول. ووجه خطيب جمعة عدن رسائل إلى السلطة المحلية في المحافظة طالبها فيها بإنهاء معاناة أبناء عدن وتخفيف آلامهم والكشف عن الأيادي المخربة التي تتسبب في تلك المعاناة، وكذا العمل السريع على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومنع أي تلاعب فيها. شارك الآلاف من أبناء محافظة تعز اليوم في جمعة أهداف ثورتنا مرجعيتنا للحوار، تأكيدا على رفض ساحات الثورة لأي حوار لا يكون تحت سقف أهداف ثورة 11 من فبراير الستة التي أعلنتها اللجنة التنظيمية للثورة، وتأكيدا على الرفض المطلق للحوار قبل إطلاق كافة معتقلي الثورة واستكمال عملية هيكلة الجيش وبسط سلطة الدولة على جميع البلاد. كما شارك الآلاف في مسيرة حاشدة في مدينة دمت بمحافظة الضالع في جمعة أهداف ثورتنا مرجعيتنا للحوار، تأكيدا على استمرار الثورة حتى تحقيق بقية الأهداف التي خرج من أجلها الثوار، مؤكدين على ضرورة التزام الجميع بأهداف الثورة كمرجعية للحوار الوطني القادم. كما نددت المسيرة بالاعتداءات المتكررة من بلاطية بقايا العائلة على خطوط الكهرباء في الجدعان بمحافظة مأرب، وطالبوا بكشفهم للرأي العام وتقديمهم للعدالة ومن يقف خلفهم. إلى ذلك اكتظت ساحة الحرية بالحديدة بالآلاف من الثوار المطالبين بتحديث أهداف الثورة كمرجعية للحوار، ورفضا لأي محاولات لإجبار شباب الثورة على الدخول في حوار غير محدد الأهداف والمرجعيات، مؤكدين على أن الثورة هي الضامن الحقيقي لنجاح الحوار الوطني المزمع عقده خلال الفترة المقبلة. بشأن الكهرباء في المناطق الحارة. الكهرباء في مدينة الحديدة. أولا نطالب أعضاء حكومة التوافق الوطني من الوزراء أن ينزلوا إلى الحديدة وأن يعقدوا جلساتهم في الحديدة، ولكن بشرط دون استخدام المولدات، ليشعروا بالمعاناة التي يعانيها أبناء الحديدة. فإن شعروا بهذه المعاناة فإنهم والله أيها الأحرار سوف يتخذون مواقف حقيقية. ثم إننا نطالبهم بوضع حل لمشكلة الكهرباء، وإن كان هناك مسببون أو معرقلون فعليهم أن يبينوا ذلك، فإن استطاعوا التخلص من المشكلة وإلا فليستقيلوا قبل أن يقالوا. ثالثا الامتحانات لا حكومة الوفاق ستبدأ في يوم غد للمرحلة الأساسية وستكون في يوم الأحد للمرحلة الثانوية، كيف سيذاكر أبناؤنا وكيف كما احتشد الآلاف في ساحة أبناء الثوار بالبيضاء للمطالبة بجعل أهداف الثورة مرجعية للحوار الوطني وبما يفضي لحل كل مشاكل اليمن وبناء الدولة المدنية الحديثة. أعلننا في جمعتنا كافة الثورة مرجعنا
كما استنكر ثوار البيضاء قيام لجنة التواصل الرئاسية باستبعاد وإقصاء معظم المكونات الثورية في المحافظات، مطالبين باعتماد معايير وآليات واضحة للمشاركين في الحوار الوطني ورفض ساحات الثورة لأي مشاركة للمتورطين في قتل شباب الثورة في هذا الحوار. لقد أعلن جميع الثوار الأحرار في مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير من أول يوم أنهم خرجوا من أجل ميناء اليمن الجديد، اليمن الكبير، خرجوا من أجل التغيير وإخراج اليمن من النفق المظلم الذي أدخله فيه المجرم صالح وعصابته المجرمة. وبعدما رحلت الثورة الشبابية الشعبية رأس النظام يحاول بقايا النظام والإجرام بتدمير البلاد ومقدراتها، فكلنا يرى من يقومون به ما يقومون به من قطع الكهرباء وتفجير أنابيب النفط واستهداف الممتلكات العامة. أما في مدينة رداع فطالب الثوار في جمعة أهداف الثورة مرجعيتنا للحوار تمسكهم بأهداف الثورة كمرجعية للحوار وشرط رئيس للدخول فيه، معتبرين أي حوار خارج هذه الأهداف لا يعني الثوار بأي حال من الأحوال. وإلى محافظة ذمار حيث شارك الآلاف في مسيرة حاشدة طالبت هي الأخرى بالتمسك بأهداف الثورة كمظلة للحوار الوطني، وجدد الثوار تأكيدهم على أهمية استكمال عملية هيكلة الجيش وبسط سلطة الدولة ومكافحة كافة المظاهر المسلحة وإعادة وحدات الجيش بمختلف وحداته إلى المعسكرات. أما في محافظة إب فشارك عشرات الآلاف في جمعة أهداف الثورة مرجعيتنا للحوار في تأكيد على رفضهم لآليات الحوار المعتمدة حاليا والتي اعتبروها لا تنطلق من أهداف الثورة وتحاول المساواة بين الضحية والجلاد. وعبر ثوار إب عن رفضهم لأي محاولة لإشراك المتورطين بقتل شباب الثورة في الحوار القادم. أطلقت عصابة مسلحة ظهر اليوم الجمعة النار على المصلين بالجامع الكبير بنجد الجماعي بمديرية السبرة بمحافظة إب، وذكر شهود عيان أن العصابة التي تتمركز في الحصن المطل على المدينة أطلقت النيران على المصلين في طريقهم إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، مما أسفر عن جرح 2 وإصابة آخرين بشظايا عائدة من الطريق الإسفلتي العام. وقالت مصادر محلية إن إطلاق الرصاص كان يستهدف الأستاذ يحيى بن يحيى الجماعي القيادي بمشترك المديرية وعضو مجلس شورى الإصلاح بإب وعددا من أقاربه. تحت شعار معا نبني اليمن الجديد أقام أبناء مديرية المصلوب بمحافظة الجوف مهرجانا جماهيريا لمساندة حكومة الوفاق الوطني ومساعدتها في بسط نفوذ الدولة. وعبر أبناء المديرية عن استعدادهم التام لمساعدة الحكومة والتصدي لأي محاولات لنشل الفوضى وزعزعة استقرار البلاد والحفاظ على حلم شباب الثورة
في بناء الدولة المدنية الحديثة وإنهاء ظاهرة الثارات التي استغلها النظام السابق لفرض حكمه على اليمن على مدى 3 عقود. يتجه أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من طلاب الشهادة العامة ابتداء من يوم غدا السبت إلى قاعات الاختبار النهائية. يأتي ذلك في حين تغرق العاصمة ومحافظات أخرى وسط بحر من الظلام يحول دون تمكنهم من مراجعة دروسهم ويهدد أحلامهم في التفرق في التفوق وتطلعاتهم المستقبلية. وتقول مصادر صحفية إن الطاقة الكهربائية القادمة من محطة مأرب الغازية تعرضت لأكثر من 10 اعتداءات خلال يومين، في حين يتساءل الشارع حول دور الجهات المعنية في التصدي أو الحد من تلك الاعتداءات. وللمزيد من تسليط الضوء على هذه القضية التي تهم غالب اليمنيين ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل وزارة الكهرباء للشؤون الفنية فؤاد حمود القوسي. فؤاد مساء الخير. مساء النور. أنا وصل فؤاد، ضعنا في حقيقة المشهد الذي يغرق العاصمة ومحافظات أخرى في الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أنه لشيء مؤسف أن يعم الإظلام بشكل كبير لأجزاء من أمانة العاصمة ومعظم محافظات الجمهورية. نعم. وكما أشرت أو أشار التقرير الذي تم تقديمه قبل لحظات أنه فعلا تعرضت المنظومة لعشر اعتداءات خلال يومين. نعم. هذه الاعتداءات نعاني منها منذ فترة طويلة للأسف، وقد حصل حوالي 110 اعتداءات في خلال السنتين هذه الماضيه. نعم. هذه الاعتداءات تاتي بالضرر الكبير اولا على المؤسسه ومعداتها ومحطاتها. نعم. ثانيا بالنسبه للمواطنين. نعم. فهي معاناه كبيره، ونحن ناسف بان تكون هذه الظاهره ظاهره التخريب ما تزال قائمه في فترة يفترض أنه أصبح الوعي أكثر اهتمام بالمصالح العامة وخدماتها وأهمية دور المواطن في حماية المصالح العامة والخدمات. نعم فؤاد. تفضل. نعم، الناس يودون سماع حديث يؤكد وجود دولة قادرة على تأمين بنيتها الأساس، فأين الدولة مما يجري؟ والله في الواقع مجلس الوزراء في الأسابيع الماضية أصدر قرار بتكليف وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وضع خطة أمنية شاملة لحماية مسار الخط، خط الكهرباء. نعم. وللأسف أنه إلى حد الآن لم يتم تنفيذ هذا القرار بشكل فعلي، مما يؤدي إلى تزايد الاعتداءات وبالتالي زيادة معاناة المواطن. وتكمن أهمية الاعتداءات في كونها الطاقة التي يتملك لها من المأرب تمثل حوالي 50% من 40-50% من الطاقة المتاحة، لأنه للأسف لا توجد محطات كبيرة في البلد، والطاقة المتاحة حاليا هي حوالي 850 ميجاوات. نعم فؤاد، لماذا لا تنسقون مع الداخلية والدفاع إن لزم الأمر؟ لماذا لا تتحرك الحملات الأمنية والمروحيات من أجل تأمين الطاقة للناس إذا لم يتم التحرك من أجل مصلحة المواطن؟ فمن أجل ماذا تتحرك الأمور إذن؟ والله هو شيء أنه إلى حد الآن لم يتم التحرك بشكل جدي، ونحن كوزارة الكهرباء لشأن غرفة عمليات ويتم التواصل مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أولا بأول، ويتم مواصلتهم بأوقات الاعتداءات وأسماء الأشخاص الذين يتم أو الذين يقومون بهذه الاعتداءات على الخط. لكن أنا لمست إلى حد الآن كما أشرت لك تجاوب فعلي من قبل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في الوقت الذي كما أشرت يتجه حوالي أكثر من 500,000 أو نصف مليون طالب لأداء امتحاناتهم، وهم يعانون بشكل كبير من انقطاع التيار الكهربائي. نعم. المفترض بدورنا ككهرباء نحن جهة فنية، أما دورنا يأتي للنواحي الفنية، أما بالنسبة للناحية الأمنية
فهي محل تحية الاختصاص وزارة الداخلية وزارة الدفاع، وعليهم كما أشرت أن يأخذوا الأمر بأكثر جدية ويحركوا قواتهم ويحركوا إمكانياتهم حتى يتم القبض على هؤلاء المخربين. ولو قد تم القبض على مجموعة منهم وتم تطبيق القانون فيهم فيهم لا أتدع الآخرين. لكن حقيقة سياسة المدارة التي عانينا منها فترة طويلة والمراضاة للمخربين جعلت الآخرين يتشجعون. نعم فؤاد، هل ترى أن كافة المبررات المطروحة يمكنها إقناع مئات الآلاف من الطلاب الذين يوشكون أن يضيعوا حصيلة عام دراسي، وكذلك المرضى في المستشفيات وأصحاب المحال التجارية الذين يخسرون كل يوم؟ الناس يريدون الدولة وأنتم جزء من هذه الدولة، ما الذي يحدث بالضبط؟ والله في الواقع نحن للأسف في مثل هذا الوضع، سواء بالنسبة للطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم أو بالنسبة للمرضى في المستشفيات. نعم. مع أنه بالنسبة للمستشفيات يفترض أن يكون لديهم مولدات احتياطية يعني. نعم. لكن يعني أنت تنصح تعاني الكهرباء كما أشرت أنك تعاني من نقص كبير في القدرة التوليدية. أستاذ فؤاد، وهذه نتيجة معاناة سنوات يعني للأسف يعني، لا كان مفترض أن يكون لدينا على الأقل 3,100 لو مشينا، لو تم تطبيق الخطط والدراسات التي تم إعدادها من عام 2000 وحتى الآن. نعم أستاذ فؤاد، نعم أنت تنصح الناس الآن يشتروا مولدات كهربائية وخلاص؟ لا أنا لا أنصح الناس، لكن المستشفى كمستشفى يعاني في أو توجد لديهم حالات مرضية كبيرة، فالمفترض كمستشفى يكون عندهم مولد احتياطي. لكن الواقع انه ما مفترض ان احنا اذا في توصي مننا بهذا الشكل، لانه المفترض انه يتم تعزيز القدرات التوليديه، وعلى الدوله ايضا بالاضافه لحمايه خطوط مارب كونها اكبر محطه الى حد الان. نعم. تنتج 340 ميجا وات. مفترض ان الدوله تفكر في حلول اخرى بحيث تستطيع بناء محطات كهربائيه كبيرة. أستاذ فؤاد، كبير وفي أماكن أخرى للأسف. نعم أستاذ فؤاد، رغم أن مصدر الغاز في مارب، لكن الآن بدأنا نفكر في ترحيل أي مشارع جديدة إلى خارج محافظة مارب. نعم. ولعل هذا واحد من الأسباب الذي يأتي في عدم تنمية مارب. نعم أستاذ فؤاد، نعم أستاذ فؤاد، متى ستعود الكهرباء إلى المنازل؟ والله الموضوع متروك للنواحي الأمنية، للأخ وزير الدفاع وزير الداخلية والأخ محافظ محافظة مارب. هل إذا قدروا أنهم يردعوا المخربين ويقضوا عليهم فبالإمكان إعادة الخطوط بشكل عاجل يعني. نعم أستاذ فؤاد، ننتظر الحسم الأمني حتى نستطيع أن نعيد الخدمة. نعم أستاذ فؤاد، هل تريد إقناع الناس أن الدولة التي طهرت أبين من القاعدة في ظرف شهر عاجزة عن الإمساك بعدد من المرتزقة الذين يعملون لحساب سين أو صاد من الناس في الاعتداء على خطوط الطاقة الكهربائية؟ لا أعتقد ذلك. الدولة لديها الإمكانيات والقدرة على ردع ما هو أكبر من هؤلاء المخربين، وكما لاحظنا في أبين ظهر القاعدة، فتستطيع بالتالي أن يطاردوا هؤلاء الأشخاص. في عبارة عن مجموعة أشخاص وليس كل مارب، وإنما هم مجموعة أشخاص مخربين يسكنون أبناء مارب نفسها، مارب الحضارة والأصالة. نتمنى منهم أيضا أن يتكاتفوا ويردعوا مثل هؤلاء المخربين الذين يسكنون لأبناء محافظة مارب، ويعيبون الدولة في وضع خطط تنمية حتى لمحافظة مارب. نعم أستاذ فؤاد حمود القوسي، وكيل وزارة الكهرباء للشؤون الفنية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، وإن لم نلحظ منك أي معلومات جديدة يعني. تحدثت مصادر أمنية عن أنه تم إلقاء القبض على القيادي في تنظيم القاعدة سامي ديان واثنين من مرافقيه في مدينة عدن أمس الخميس، وسط معلومات عن قيادته للخلية التي اغتالت قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء سالم قطن. وقالت المصادر إنه ألقي القبض على ديان مع رجلين يدعيان أسامة وأنس السعدي عند نقطة تفتيش الرباط أثناء محاولتهم الخروج من عدن على متن سيارتهم التي كانت تحمل متفجرات وأحزمة ناسفة وذخائر.
شن مسلحون مجهولون فجر اليوم الجمعة هجوما بالأسلحة الرشاشة على منزل محافظ محافظة الضالع علي قاسم طالب الواقع في منطقة الجليلة بمدينة الضالع في واقعة هي الأولى من نوعها دون أن ترد معلومات عن سقوط ضحايا. أقام قطاع الطالبات في محافظة عمران حفل تكريم 70 طالبة من الطالبات المتفوقات في جامعة عمران والكليات والمعاهد العامة والخاصة، وتخلل الحفل الذي نظم تحت شعار تشجيع القدرات أساس البناء والتنمية، تخلله عدد من الفقرات الفنية والخطابية. أقامت مؤسسة الرسالة للتنمية المرأة بتعز المهرجان الثالث للمؤسسة تحت شعار إنجازاتنا دليل عطائنا بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيس المؤسسة. دعت وزارة الخارجية الفرنسية الجيش وقوات الأمن السورية إلى الانشقاق الجماعي، جاء ذلك على إثر فرار طيار سوري بطائرته إلى الأردن. وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية أن قرار الطيار يدفعنا لدعوة أفراد الجيش وقوى الأمن إلى الاستمرار بالانشقاق والامتناع عن تنفيذ أوامر النظام الإجرامي. في الوقت الذي تنتظر فيه مصر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة القادمة، يستمر التوافد إلى ميدان التحرير للمشاركة في مليونية رفض الإعلان الدستوري والضبطية القضائية وحل البرلمان التي دعا إليها عدد من الأحزاب السياسية والحركات السياسية والشبابية. وأغلق المتظاهرون مداخل ومخارج الميدان أمام حركة سيارات مثل ما كان يحدث أثناء ثورة 25 من يناير التي أطاحت بنظام المخلوع مبارك. وتشارك حركة 6 إبريل إلى جانب الإخوان في الاعتصام، فيما تغيب الوفد وأحزاب أخرى صغيرة. أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بيانا هاما اليوم الجمعة، طالب فيه المصريين بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد والمنشآت الحيوية، وحذر من إثارة الفوضى والخروج على النظام. كما أكد البيان أن القوات المسلحة ستعمل على الحفاظ على مقدرات الأمة. ورفض المجلس العسكري في بيانه استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وقال إن هذا يمس هيبة وسيادة مؤسسات الدولة ويؤثر في الأمن القومي المصري. في نهاية النشرة أعود وأذكر بأبرز العناوين. ساحات الحرية وميادين التغيير، أهداف الثورة الشبابية أرضية للحوار الوطني. اليمن، محافظات تغرق في الظلام عشية توجه طلاب الشهادات إلى قاعات الاختبار. مظاهرات في الخرطوم واحتشاد في القاهرة، وفرنسا تدعو الجيش السوري للانشقاق.
في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.